ورجعنا لكم بحلقة جديدة. عرفتوا إحنا وين؟ إحنا اليوم برم. عرفتوا وين الرم؟ إحنا بأحلى بقعة على الأرض، إحنا في الصحراء الجميلة تبعتنا الأردن، جايين اليوم نصور حلقة متميزة وفاخرة وأكل جديدة، أكل مميزة. إحنا اليوم استضفونا أخواننا حبايبنا عزوتنا برم، أصحاب مخيم ليادي وادي رم. اليوم راح نشوف شغلات غريبة وشغلات حلوة، وراح نشوف الزرب على طريقتين، وبنرحب فيكم كمان مرة وأهلا فيكم بيوميات شف، وخليكم معنا. ويلا زي ما حكينا لكم، هاي الشيف محمد، الشيف تبع المخيم الحلو هاب، الشيف الرئيسي، الشيف اليوم اللي وعدنا بده ايش؟ شيف عملنا ضرب على شكلين ان شاء الله، على شكلين. الشيف محمد طبعا ما شاء الله عليه غني عن التعريف، معروف. احنا متشرفين كثير طبعا بوجودنا اليوم عندكم المخيم الحلو هاد، وانك انت الشيف اللي راح تقوم بالاكل عندنا وتفرجينا الطرق الحلوه والطرق الجديده. هلا انت شو حاب اليوم تفرجينا، وشو حاب اليوم تمتع ابصارنا وتمتع معلم اتمامنا من الاخر؟ يعني ان شاء الله احنا صريحين مع الجمهور، جايين ناكل. حياك الله انت والجمهور، الله يقويك. راح نعمل ان شاء الله الزرب على شكلين. حلو حلو. الزرب طبعا كل معروف لكل الناس انه زرب، زرب. هو ما بعرف انه زرب واحد بس، زرب انه في الارض اللي احنا متعودين عليه، انه هو في الارض. نعم تمام. هسه عندنا زرب شكلين. شكلين، زرب داخلي وزرب خارجي. هسه زرب الاول هو المندي. المندي، المندي هو اصله يمني. حلو. من حضرموت جنوب اليمن. يا سلام. اخذوها تداولوها وين؟ البدو مع بعض لما طلعت زي مشهور عندنا في البلاد اللي ايش؟ الخليج العربي. يا اخي تعرف شو الحلو ببرنامجنا؟ احنا كل واحد بنصور معه بعطينا معلومات تاريخ، يعني تاريخية. تاريخ عن جد، يعني احنا الله موفقنا صدقا بشفات بعطونا، مش بس يعني بمتعونا بالاكل، بمتعونا كمان في يعني في التاريخ تبع الاكله. اكيد طبعا، اذا ما عرفت تاريخ الاكل ما بتعرف تشتغل. يا سلام عليك، يعني ايش مرتب كمان. نعم. شوف هسه الزرب الخارجي هذا بكون عن طريق بناء حجري بكون. حلو. هذا بعطيك كريسبي داخل من الخارج ويكون سوفت من جوا. يعني شف زي نظام كامل. الفرن نظام فرن زي فرن البيتزا تقريبا. تقريبا تقريبا شكله زي فرن البيتزا. فرن الحديد او اللي احنا بنستعمله. نعم. بيوت الفرن بيكون معمول من البلاط الاحمر. بلاط احمر بتحمل حراره معينه. تمام 100%. عارف كيف بتكون درجه حراره تمام فوق 360 100% فهرنهايت. طبعا في ناس بيقدموا برز وفي ناس بيقدموا بايش؟ بايش؟ بفريك. انت بدك تقدم لنا احنا بنعمل برز ان شاء الله اليوم. يعني شف انت بصراحه شوقتنا ان شاء الله، وانا بلشت اجوع، وانا مشكلتي من اول الحلقات كل حلقه بصورها بقول بدي اجوع ان شاء الله. فشف احنا جاهزين ان شاء الله. خلينا نقول يا رب ان شاء الله. مرحله التتبيل انطلق اول شيء. مرحله التتبيل ان شاء الله، التتبيل ونشوف الخرفان ونشوف الحركه ان شاء الله. فيا اخوان يلا على المطبخ يلا. او على التتبيل يلا. واحنا هينا وصلنا، هينا وصلنا المنطقه الحاسمه. نعم. منطقه التجهيز، منطقه الحرب. منطقه الحرب. شوف محمد، يعني الموضوع ما شاء الله يا اخوان زي ما انتم شايفين طبعا الاكلتين، يعني حتى عاملين تنويع احنا في هيو شايفينه المعلم هون نايم بيستنى فينا. راس اشوف وضعه 100% جايك جايك ما عليك. وعندك هاي الججات، فهسه الشيف محمد بده يعطينا كيف التتبيل، كيف الحركات، كيف الامور. وبرضه في المساعد هون كمان شيف رأفت. فحلقه نار اليوم ان شاء الله اخوان، حلقه نار. يلا نقول يا رب يلا نبلش. شيف نبلش بالخروف، نبلش بالمعلم. بلش في تتبيله الخروف انت المعلم. بلش بتتبيلة الخروف ان شاء الله. تتبيلة الخروف هسه عندنا معجون بندورة. حلو. البندورة فريش، مش لا صناعي ولا شيء، يعني مش رب بندورة. اول مقدار اللي هو طبيعي كله طبيعي بتستعمله بتتبيلة الخروف هو اللي هو بندورة الفريش. حلو. بعدين صويا صوص. صويا صوص، يا سلام. على فكرة الصويا صوص يا اخوان بتعطي تست رائع للاكل. صويا صوص، صويا صوص والباربيك صوص والبابريكا الحلوة. عرفت كيف؟ عم نعمل فيه هذول بيعملوا انفجار داخل اي شيء. اي تتبيلة. مش بحكي لك انت المعلم بس. عارف كيف؟ كويس. هاي بيعمل انفجار، بيطلع النكهات اللي جوا ال 100% شيف. الخروف او الدجاج 100%. هلا احنا حكينا صويا صوص، حكينا بالبندوره. الباربيكيو صوص. باربيكيو صوص، ليمون. نعم. هسا باربيكيو صوص مش متكون، مش موجود عندنا في البيت مثلا، مش متوفر. بنعمله عن طريق كاتشب. صح. وبخلي بلسمك برضه كمان بعطيكم كيف تصنيعه، يعني مش موجود عندنا، مش متوفر عندنا، بنعمله على جهتي. كويس. خل بلسمك مع البلسمك، يعني كمان اللي هو الفينيجر. الفينيجريت يعني عرفت كيف؟ بيع في اي محل بنباع. شيف هاي باربيكا حلوه. باربيكا حلوه. نعم. هون هسه عندك كمون، عندك فلفل اسود. تمام 100%. هون هسه عندك هيل مطحون، وعندك زنجبيل. تمام. هون هسه عندك هون بهارات مشكله. بهارات مشكله. تمام. هسه هان عندك البصل بودره. بصل بودره. تمام. بصل بودره اكيد.
هذا عنده بهارات مشكله، طبعا بهارات بسموها بهارات البدو، احنا صناعه محليه زي ما هاي بدنا نجيب لكم اياها برضو. كمان زي كل حلقه بنحكي احنا راح نعرف الشغلات اللي بتعملوها من هون لهون بالعشر، ما حد يدرى فيها بدنا نوصلها ان شاء الله. هسه عندك هون ملح، ملح وعندك الثوم، الثوم مطحون. هسه مكوناتنا معروفه، طبعا هسه ضروري بدي عشان مكونات تتجانس مع بعض وتعمل نظام عجين الحلو، عارف كيف نعملها مع زيت الزيتون او زيت القلي؟ بصير ياك بصير. وفي عندنا في ناس يعني لا صح نعمل ليت الخروف نقليها لحد ما تذوب، يا سلام تبله بنفس التتبيله. انا سخسخت هسه بروح اروح كمل لحالك كويس. ها هي الزيت، يلا خلينا نبلش. بسم الله يلا سيدي. ها بنساعدني شفرافت بايش اول شيء بنبلش؟ بنبلش بالبهارات المشكله. بهارات المشكله، نعم. يا سلام عليك، خذها وجيب بعض مش مشكله. مش مشكلة هاي شوف. ثوم مطحون، احنا ايش ما بدك، احنا جاهزين هون، احنا مش جايين بس نصور ويعني ناكل برضه بننسى. بصل، بصل مطحون تفضل. هيو عندك زنجبيل وهيل، عندك البابريكا الحلوة، يا سلام. خلينا اول شيء عندك الباودرز، الكمون والفلفل الاسود، يا سلام. وعندك هون البهارات المشكلة طبعا حكينا عنها. ملح قديش؟ ملح حسب كل واحد حسب رغبته، بس احنا عشان هسه في شغلة في الملح. هسا بالنسبة للزرب الخروف هو بعطي تست لحاله، حلو بعطي نفس تملوحة. ليش؟ لأنه بعطي النار أكسجين بساعد معيش مع شوية أملاح. الأملاح هاي بتلزق مع مين؟ مع في الخروف نفسه صح. أو في الدجاج بساعدنا. بس احنا بنعمل ايش؟ بالملح، الملح اللي احنا بنحتاجه إلها. عارف كيف؟ أصلا معظم حلقاتي ملعقتين ونص، ثلاث معالق من كثير. أنا طبيعتي هي شغلة، أنا بحكي انا ما بحبش الملح كثير على الاكل. بقول لك هي حسب الرغبه، الملح حسب الرغبه. كويس اوكي كله خلطناه مع بعض. نعم هذا عصير ليمون حبه كامله، عصير ليمون. شوف هاي الليمون طبعا ليمون اخضر لايم احسن. معجون البندوره تفضل يا شيخ، طبعا فريش. الله يا سلام على الخلطه. وهي عندك الصويا صوص، شوف مقدار اكيد هذا تكون مقدار، فما بعرف انت شو بتحب. بس كويس لانه فيها نسبه ملوحه. الصويا صوص وايش؟ والباربيكيو صوص. الباربيكيو صوص يا سلام عليك. طبعا انسى الريحه. هلا الريحه معروف ريحه يعني، يعني كم نوع بهار حطيناه مع بعض. بتحط الزيت مع الخلطه؟ طبعا اكيد مع الخلطه لانه هو بيتجانس مع بعض. تمام زي نظام الصوص الفينيغريت، لأن إذا بعطيك النظام 100% وأكيد شفت بدك الخفاقة. أكيد طبعا. وهي الخفاقة يا سيدي. شكرا. وبنبلش نخفق. نعم أخفق أخفق أخفق. هسا هيك باعتبار إنه جاهز. هسا الخلطة هي هيك جهزت المميزة الرائعة اللي ريحتها يعني اللي يعني تصور ريحتها بتوحي بإنه بس خلص لهون وبس. الحركة بتكفي. ايش هسا بدنا نبلش؟ هسا بتبلش بالتتبيل. بالتتبيل نعم. طب ها يعني تفضل شوف. هسا بالنسبه للتتبيل مش النظام انه يعني بس اتبل وخلاص. لازم يكون الخروف في التتبيله تقريبا 3 ساعات، يعني ينقع عشان يخرج، عشان يخرج التست تبع التتبيله صح. كيف؟ لانه اذا حطينا هسا وبعدين بلشنا صعب، لان ما فيش تست. ممكن انت بدك تطلع طعم البهارات اللي اشتغلناها. تمام هلا في عندي شغله. هلا احنا عملنا التتبيله هاي. هلا التتبيله هاي احنا راح نتبل فيها كمان الدجاج. نعم يعني بتزبع جهتين على الدجاج واللحم. يعني التتبيله هاي معموله يا اخوان للدجاج واللحم. يعني 2 بواحد. نعم كويس، لان هاي على الزرب لو انه شيء ثاني بيختلف 100%. نعم بديش ادخل بتفاصيل الرز وتتبيله، انا خلي نمشي خطوه خطوه عشان الناس تفهم ان شاء الله. كويس شف يلا بلش. بس شف بعد اذنك بس انا بحب العب. خذ راحتك يعني طوكا. الخروف يعني انا حاسه بينادي فيا فبتروح عليه. يعني شوفها انا كمان بساعدك. يعني انا بعجبك بالشغلات. لا انت باين عليك فنان. لا هي ازمه كيف ارحمني يا وديع. ارحمني يا وديع. احنا مش رح نخلصهم كلهم يعني، بس اسمع شوف شو وضع راسه هون الشاب هون. يا رب بدك تقلبه. شف بنقلبه. ليش ما نقلبه؟ الله يا سلام يا سلام. اللي يوم أدراك من لي. هاي الخروف هسه حاليا مرحلة التتبيل. الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد.
احنا الخروف يعني هي التبل هسه شوف زي ما حكينا بده ينتقع لثلاث ساعات. طب الدجاج هسه بعد ما نتبله بده ينتقع برضه لثلاث ساعات ولا اقل بالوقت؟ نعم يعني مفروض. اوكي يا اخوان طبعا انتم بتعرفوا الدجاج بيستوي قبل اللحمه، بس احنا بنحكي كتست، كل ما تست كانوا افضل يعني اكثر بيكون طعمه افضل وطعمه اكثر. طيب كويس، هسه ننتقل للدجاج. برضه الدجاج كن مفتوحا يعني بتفتح الدجاج ليش؟ عشان تدخل التتبيله جوا، عشان تخش في التتبيله. طيب شوف هيو هي انا بحب اقول لك هيو هيو في شيء، في شغله ثواني بس لازم يجي تحت الجلد تتبيل. حلو، ليش؟ لانه تشوف تحت الجلد راح يذوب الجلد ضد التتبيله تحتيه، هذه تعطيك نظام الكريسبي خاصه للدجاج. صح صح، خاصه انه على كمان على نار وعلى فحم وإشي، فبعطيك يعني أحكي لك شغلة، حتى كمان هيك يا أخي بتستطعم بالجاج يعني. نعم. تفهم نعم. علي يعني اليوم هون أخواننا بوادي رم صدقاً بهالمخيم الحلو عن جد. اسمع بعدين أجواء المخيم صدقاً حلوة يعني، أنا انبسطت يعني. أنا على فكرة يا أخوان من الساعة 7 الصبح موجود هون، أجواء حلوة والشباب ما قصروا لفوا فينا وفرجونا شغلات يعني. أهلا وسهلا فيك والله، يزيدكم شرف يا رب، جدنا شرف ان انتوا بالعكس احنا منورين. وهي خلينا نصفي التتبيلات، وزي ما حكينا احنا تبلنا الخروف، هينا برضو كمان بنتبل الدجاج بدنا نخليه 3 ساعات. شف هسه احنا خلينا نحكي انه تقريبا الدجاج اللحم تبلناها نعم، وحطينا الخلطه اللي هي عن جد ريحتها ما شاء الله، وانا متاكد 100% بدون ما اشوف انه واو. هسه شو المرحلة اللي نعملها؟ إيه النار شو وضعها؟ تولعوها هسه؟ طبعا ولعتوها؟ لا هسه النار هذا التتبيلة احنا حليتها الساعات، وهذا 3 ساعات بتنقيع وبنروح على النار. نعم اكيد، هسه بوقت التنقيع بنكون نار، نروح نولع النار، نروح نشوف النار يعني تاخذ ساعات النار انها تكون جاهزة. كويس نعم. يعني احنا هسه راح نطلع على النار نشوف كيف بدو يولعوا النار، او انه النار مولعينها انتم؟ احنا ولعنا اوريدي بعد التتبيلة، بعد ما نتبل يعني وقت التتبيلة احنا اشتغلنا فيها. بدنا النار تولع تجمر بعدين بنرجع للخروف. طب الرز الرز يا شيف بدنا نتبله هسه ولا بتتبلوه كمان بعد ما ننزل يعني؟ لا هسه بتتبل كله، بتتبل مع بعض عشان نكون في كل نفس يعني هسه بدنا نشتغل بالرز. نعم. كيف بتبهره؟ كيف البهار بيجي؟ ما بتبهره على كيف بيستوي؟ وكمان جبنا كمان الخضار عشان نشوف. طبعا الخضار معروف تبع الزرب، بجوز عندهم فكره معينه برضه هسه بنغششها وبنعرف ايش هي. الدجاج تبلناه. شف احكي لنا عن الرز. اول شيء الرز حبه طويله صح؟ نعم. يفضل هو الزرب دائما طويله عشان بيضل محافظ الحبه. نعم. قوامش تفضل معك. نعم هسه بالنسبه للرز تمام، كل واحد له تتبيله خاص 100%، كل شيف له تتبيله. انا بدي التتبيله هسه بتتبيله احنا الرايقه اللي الزبون متعود عليها عندنا. حلو. يعني الزبون بيجي عليها عشان. وبدي كمان انا مش انا بدي الناس كلها، كل الناس الزبون كل الناس. نعم هسه احنا الرز جاهز يعني بكون مغسول منقوع تمام تمام. نقع الرز وغسيل معروف ما بدنا يعني معروف طبعا، ولا بنحط عليه اي نوع مكونات. حلو. بالنسبه لنا احنا بس بتغسلوه يعني تنقعوه وغسول. نعم بس بنحط معاه شويه زيت مع ليش عشان ما يصير فيه انه نظام تكتل. حلو تمام. هسه التتبيله الخاصه في الرز، هسه الرز بيجي تحت الدجاج، لانه بيجي ترتيب رز دجاج في الزرب طبعا خضار او اللحم موجود حسب ما بدك. احنا راح نفرجيهم اصلا تمام كل ان شاء الله. هسه كل شيء في التتبيلة في اللحمة في الدجاج هو بنزل على الرز. يا سلام عليك، يعني انت هسه الرز بتعتمد على البهارات اللي بتنزل. انا بعتمد على المرقة. نعم بعتمد على الستوك اللي بنزل منه. الدمغلاس او الستوك. نعم اللي بنزل من الدجاج او اللحم. طب كويس. نعم الرز هسه لما تحطه انت تحت بتحط عليه مي ولا خلص؟ اكيد مي. آه بنحط عليه مي، بس انا ما بتبله، انا بحط مي ليش؟ لانه ما فيش مي ما بتساعدني. تمام. مي تبعت الدجاج ما بتكفي، بس احنا توضيح للناس. نعم هسه الرز معروف قديش كميه المي الموجوده عليه 100%. بس حكيت لك انه بالنسبه للتتبيل بحط معها زيت فقط. زيت اما التتبيل كله وين بتنزل؟ يعني كله التتبيل كان الستوك كله راح تشوفوها انتم الموت عالم. هسه نطلع نشتغل فوق ان شاء الله بنحط الرز ان شاء الله. الخضار هلا الخضار في ناس بحطوها مش مقشر، بتغسلوها طبعا؟ اكيد طبعا غسيل معروف. هسه في ناس بيقشروها في ناس ما بيقشروها. نعم. زي ما بدك انت. نعم. طبعا احنا هون الشباب ما شاء الله بطاطا بصل جزر حركات يعني مش هسه احنا ليش ما قشرنا؟ بس لو تحطوا لك كمان راس تومه يا سلام ان شاء الله. هسه ليش احنا ما قشرنا؟ لانه الزبون هيك ولا هيك اصلا، بس يجي ياكل
بدي قشر قشر الخارجي. واصلا بحكي لك شغله لما نحكي ككوسه بالناس تحكي ككوسه وجزر القشر مفيد. نعم معك بس انا حطينا بالعند ليش؟ لانه في زبون ما بحب ايش بشيء بقشرها 100% عرفت كيف؟ بعد اقشرها انا ما القيمه الغذائيه راحت منها 100% عرفت كيف انت؟ بدنا نعمل كمان حلقه صحيه نفكر ان شاء الله يعني فوائد فوائد الخضار او فوائد المندي وكله فوائد بس احنا امورنا تمام يعني هسه عرفنا احنا الرز امورنا تمام نعم برضه ما بتتبله ولا بتتبله الخضار الخضار طبعا تتبيل بيضل مع نفس تتبيل الدجاج لانه كل بده يطلع نفس التست هسه احنا شو الخطوه اللي بدنا نعملها هسه احنا الخروف جاهز قاعد زي ما نحكي نعم وهذا جاهز امور مستنى ينقع نعم يعني شو رايك نروح نعلم ونشوف النار يلا شباب يلا تو فاير واحنا هينا شف حاليا احنا وصلنا المنطقه الاولى اللي راح نعمل فيها الزرب الاول احنا بنعرفه بنعرف طريقته يعني كزرب كجوره نعم. هاي الجوره حاليا طبعا درجه الحراره عاليه عشان الفحم مولع والجو بحكوا اليوم براد علما شايفه نار انا فالمهم ما علينا شف طبعا معروفه يعني برضه بنبين احنا نعرف يعني الجوره معروفه بتحطوا فيها فحم قبل قديش بتقعد ثلاث ساعات تقريبا ثلاث ساعات نعم. عشان تحمى كويس عشان تعطيك نظام الجمر فهاي نعم. معروفه هاي طريقه الزرب الاولى راح نفرجيكم احنا خطوه بخطوه هسه خلينا شو رايك نطلع على هسه في عندنا زرب مش معروف يعني مش معروف غير في الاردن وفلسطين طيب يلا خلينا نطلع على عبارك الله يلا ان شاء الله واحنا هينا وصلنا المكان الثاني اللي راح يصير في الزرب على الطريقه تبعت كله بيت من حجر معمول نعم زرب الحجر اخواني يعني صدقا يعني لجوا يعني تقريبا تحكي انت متر تقريبا متر ونص متر ونص ومعمول من الحجر وهيك يعني شيء مرتب طبعا كله حجر صحراوي يا سلام عليك تحمل الحراره لانه راح نزرع نعم. فيه ايش اليوم الخروف ان شاء الله راح نحط فيه الخروف نعم. يا سلام يا طبعا راح نحط خروف بالمنطقه بالشبك تبعه كمان احنا راح اصلا لما نجيب راح نشرح لكم عن الشبك نحكي لكم هاي الشبك راح نرتب 1 2 3 فهيك امورنا بالسليم فاحنا تقريبا هسه خلينا نحكي خلينا نروح شوية عبين ما نشوف يصير موعد إن شاء الله تمام ونزرب يلا أوكي إن شاء الله يلا يا أخوان أوكي وإحنا هينا وصلنا للمرحلة الحاسمة هينا إحنا التبلت الوقت تبع الخروف والجاج أخذ وقته تقريبا هي رجعنا بعد ما الأمور تمام هينا جايين بدنا نحط حاليا الأكل جوا الجورة بالشف بدنا تشرح لنا إن شاء الله. كيف رتبنا الأكل والشبك شوي عن الشبك عشان ايش شبك هو اصلا من حديد كويس عارف كيف بروح عند حداد بتحبنا من حديد مقلفن تمام ضروري لانه عشان درجه الحراره عاليه يا سلام تمام عشان ما يصير فلت مع الحراره كويس ما يتكسر هسه بنعمل على اربع طبقات في ناس بيعمل على خمسه وفي ناس بيعمل على ثلاث حلو هاي انت حسب بتحكم فيها طبعا يعني في ناس بيحبوا يحطوا صح 100% زي ما بدهم هلا شف احنا زي ما حكينا الخضار حطينا خضار فوق كويس الطبقه اللي تحتها حطينا الجاج والثالثه دجاج او لحمه او لحمه ثانيه الثالثه بعدين دجاج بعدين الرز تحت الرز اخر شيء اخر شيء الرز الرز حكينا عنه مش تبل بس معمول بمي وزيت طب بس طب شف قديش حطيت عيار المي على الرز على كل كيلو تقريبا كيلو ونص مي كيلو يعني لتر ونص مي لتر ونص مي كويس هسه احنا هينا بينا كل شيء هلا ايش بدنا نحط شيف بدنا ننزله هسه بدنا ننزله في برميل طيب كويس ان شاء الله بعد ما ننزله بالبرميل قديش بده تقريبا كم ساعه هسه حسب النار يعني حسب قوه النار قوه النار هاي بقول ثلاث ساعات ثلاث ساعات نعم طيب يلا نبلش ان شاء الله بسم الله وهي نزلناه بالنار يا سلام هاي بدنا نغطيه الغطا هاي بدنا نغطيه واحنا هاي نطلعنا للطريقه الثانيه شف نعم. اللي هو الزرب اللي معمول على الطريقه الحجري نعم. الحجر بشكل عام الخروف زي ما حكينا برضه هذا بتفصل له شبك اكيد طبعا وهي الخروف اموره تمام ومتبل وشارب التتبيله وهي الشف الله يعطيه العافيه اموره تمام وهسه برضه كمان بدنا ندخله بالفرن اكيد طبعا كويس ان شاء الله فيلا خلينا نحطه بالفرن يا سلام يلا برافو ادخل يا شف وهينا احنا الخروف شف بده تقريبا ثلاث ساعات صح تقريبا واحنا هيك الخروف حطيناه شف كم ساعة بده ثلاث ساعات كمان ثلاث ساعات إن شاء الله فإحنا هيك أمورنا تمام إن شاء الله هسا إحنا خلينا نروح
وبنرجع له معلم بعد 3 ساعات ان شاء الله. بنطلع نشوفه طالع وبنشوفه كيف نعمل كيف في كيف بنطلعه من الزرب وبنعمل لكم اياه كيف نعرف فيه كيف بتطلع كيف بسكب الزبايد. هيك امورنا تمام. يلا يا سيدي نرجع لكم ان شاء الله بعد ما يستوي الخروف. يلا واحنا هلا بنحكي لكم رجعنا في الحلقه الحاسمه في اللقطات في الوقت الحاسم الخروف يا اخوان. الخروف حاليا هينا بلشنا نطلع فيه. طبعا نشوف شو رايك الخروف مستوى على الاخر. اكيد طبعا. طب يلا خلينا نشوفه. يلا احكوا بسم الله. يا سلام يا سلام. وهي الخروف طلع متنهنه طيب ولا مستوى؟ زبده كامله زبده. طب يلا كويس. نساعدكم شباب. اي مساعده احنا جاهزين بس في الاكل مش بالحمل. انتم الصوره وهي هيك بنكون ايش هي اول شغله خلصناها اللي هي الخروف اللي حطيناه في ايش شف حكينا بالزرب الحجري. بالزرب الحجري. وشو رايك هسه ننتقل للمرحله الثانيه اللي هو الزرب اللي احنا متعودين عليه كله. طبعا كل زرب الارض برضه بسم... غاد حلقه حاسمه يعني. احنا طبعا. كله حاسم عندنا ما في واو واو. طيب يلا خلينا ننتقل غاده شباب. يلا يلا تمام. واحنا هسه وصلنا للمرحله كمان الحاسمه. اشوف محمد اكيد طبعا الشباب هون الله يعطيهم العافيه بدهم يشيلوا الزرب اللي احنا متعودين عليه ونعرفه بس على طريقه الشباب هون. هاي الامور تمام. اشوف شو رايك كيف شو رايي بيرفكت بيرفكت يزر. بسم الله بسم الله تمام لم يرفع. بسم الله بسم الله. وهي الشباب رفعوا ايش؟ نعم نعم رفعوا الشباب تمام. فامورنا تمام. وكمان يعني بحب احكي لك يعني اخونا محمد اخونا رسول هون اول شيء بنرحب فيه. طبعا رسول يا اخوان بيكون من اصحاب المنطقة الحلوة هاي والمخيم الحلو هذا. طبعا احنا بنشكرك انك انت استضفتنا الاستضافة الحلوة وشرفنا ان نكون معك على طول وبهنيك. السلام عليكم. الله يستناكم بحلقة جديدة حلقة قادمة. السلام